مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل عليكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاد استاد الاهلي. هبدا معاكم يعني باخبار عن فريق كوره، اكيد كلكم طبعا منتظرين اخبار عن فريق كوره. عندنا مواجهه يوم الجمعه ان شاء الله مع تليفونات بني سويف في كاس مصر، غياب نجيب عن مواجهه التليفونات. احمد ايوب المدرب العام للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بيقول ان محمد نجيب مدافع الفريق هيغيب عن مباراه الاهلي المقبله ان شاء الله يوم الجمعه امام تليفونات بني سويف. ايوب قال ان نجيب يعاني من اجهاد في الحوض، حرمه من المشاركه في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة. إجهاد الحوض ده موضوع صعب جدا، ربنا يشفيك يا نجيب. موضوع إجهاد متراكم وبيلعب عليه، أكيد لعب عليه قبل كده بمسكنات الله أعلم، لكن إجهاد الحوض ده يعني إصابة صعبة، إن شاء الله يتعافى بسرعة. كمان دكتور خالد محمود طبيب الفريق أكد أن محمد نجيب يعاني من إجهاد في الحوض ويشارك بعد مباراة التليفونات إن شاء الله. وأضاف محمود أن ميدو جابر أيضا يعاني من إجهاد في وتر أكيلس ويشارك غدا بصورة طبيعية ماشي، فيما أشار إلى أن أكرم توفيق لن يجري أشعة على الظهر لأنه يتحسن بشكل كبير ويشارك في أو يشارك بعد مباراة الجمعة أيضا. يعني أكرم توفيق وميدو جابر وإن شاء الله محمد نجيب هيشاركوا بعد مباراة الجمعة إن شاء الله، بينما يشارك الثنائي حسام عاشور وصالح جمعة في التدريبات الجماعية تدريجيا بدءا من السبت. نجمان كبيران، حسام عاشور وصالح جمعه وايضا محمد نجيب وميدو جابر، كل لعيبه الاهلي بصراحه نجوم كبيره جدا، ان شاء الله يتعافوا بسرعه. الاهلي محتاج لكل فرد، الفريق فيه كتير جدا لكن الاهلي اكيد محتاج لكل لاعب. وبرده يعني ان شاء الله مروان بدا يدخل ان شاء الله في الفورمه، ان شاء الله برده يدخل لان برده النادي الاهلي محتاج مروان محسن. طيب نتكلم عن مباراه كاس مصر. بدأت مباراة كاس مصر لبتروجيت والبنك الأهلي وفاز بتروجيت بهدف مقابل لا شيء. المفاجآت بقى، المفاجآت بتاعت كاس مصر دايما بتبقى في الأول كده صعبة، يعني بتروجيت فاز بصعوبة على البنك الأهلي 1-0، كمان طلائع الجيش هزم من الجونة، دي كانت مفاجأة في حد ذاتها. الجونة كسب طلائع الجيش 2-1. كابتن أحمد سامي، مش عارف أحمد سامي قال إيه بعد المباراة، يعني لو نعرف نجيب كابتن أحمد سامي يا جماعة يا ريت. كابتن احمد سامي مش كويس جدا مع طلائع الجيش، كانت مفاجاه بالنسبه لي جدا، مفاجاه كبيره جدا ان طلائع الجيش يهزم من الجونه اللي بيلعب في الدرجه الاولى. كمان الداخليه كسبت النصر هدف مقابل لا شيء. النهارده دجله كسب كفر الشيخ بهدف مقابل لا شيء، حاجات نتائج يعني تحسسك لازم تستغرب. دجله 1-0 ده الهدف، تمام تمام. دي مباراه، ده ايه اللي انا مش شايف التايتل يا جماعه، ده المصري دجله في كفر الشيخ، تمام تمام. ده الهدف المصري. الانتاج الحربي كمان كسب 1-0، كسب بترول اسيوط 1-0. شايفين النتائج عامله ازاي؟ يعني 1-0 ومفيش 2 حتى 0، مفيش 3، المفروض ان فرق ممتاز بتلاعب فرق درجه اولى. يعني حاولوا تشغلوا الشاشه. الانتاج كسب 1-0 بترول اسيوط. المصري البورسعيدي كسبان لغايه دلوقتي كام احمد جمال؟ 3 كما يشيكوا، 3-0. يعني بني عبيد ايه مستواهم؟ مالهم؟ احنا قلنا بني عبيد يعني فريق جامد وانتوا عارفين بقى بني عبيد والحركات دي. فعلا يعني بني عبيد رفض نزول الملعب بسبب جماهير المصري البورسعيدي. طيب كويس ان هو يعني بيطالبوا بحقهم وحقهم، يعني كويس كويس، حاجه جميله. المصري كسبان بني عبيد عموما، يعني المصري كسبان بني عبيد مقابل لا شيء. وكمان يعني المقاولين العرب والشمس اعتقد ان هي هتبدا ان شاء الله كمان شويه. دي كانت ابرز النتائج، لكن بقول لكم ان النتائج يعني لازم تستغرب ازاي 1-0، يعني فرق دوري ممتاز بيلعبوا فرق، لازم هو فريق ماتشات الكاس بيبقى فيها كده دايما مفاجآت، كانت اولها خروج او اقصاء طلائع الجيش على يد الجونه، الفريق اللي برضه فريق عليه علامات استفهام. الجونه يملك الكثير والكثير من الموارد اللي بيتمناها اي نادي، موارد ماليه، امكانيات ماديه كبيره جدا في الجونه، لكن ما تعرفش فيه ايه. فريق جونه حصل ضربوا غطس كده فجأة، إن شاء الله يرجع الجونة تاني. إن شاء الله مباراة الأهلي
والتليفونات ان شاء الله ما يبقاش فيه مفاجآت، يعني احنا الموضوع مش ناقص يعني، اكيد اللعيبه عارفين كده، اكيد اللعيبه اللي مستنيين فرصه المشاركه في الكاس مصر اكيد هيبقوا مستعدين جدا جدا لهذه المباراه، كله عايز يطلع وكله عايز يثبت وكله عايز يقول انا كنت احق بالمشاركه في المباريات السابقه، وكنت يعني عايز ان انا كمان اثبت نفسي في المباريات المقبله ان شاء الله. اكيد كل لعيبه الاهلي بتتمنى المشاركه في الدوري، خصوصا الدوري جاي والكاس جاي، بس افريقيا راحت، كان نفسنا افريقيا كمان تبقى موجوده، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. طيب هنطلع فاصل، دي كانت اهم اخبارنا اللي كانت معايا، هنطلع فاصل عشان نستقبل الاستاذ الدكتور وليد عطا رئيس اتحاد العاب القوى. فاصل، استنونا.